التي تعال هنا بس انا فيها. اي مين رأى من ضربني؟ انت كيف وقت انت؟ من وين جيتي؟ انت من وين جيتي انت؟ انت من وين جيتي؟ ايش هيك هي؟ فوتبول؟ وين رحت هذي؟ فوني؟ ايش عم بتساوي؟ في شيء ضربني هيك عم دور. هيو وايش عم تعمل انت فيه؟ بلعب فوتبول. فوني تعرف شو هاد؟ وخبطني هاد. اعطينا اعطينا اضربه اعطينا اضربه كله اضربه. فوني هاي برتقال. برتقال ايش يعني؟ فوني سني برتقال يعني هي فوني؟ لا هيو فوني برتقال برتقالي بس هذا برتقال عشان انه بكون نفس اللون. هاي فوني فواكه اللي بس بتطلع فصل الشتاء. استني شوي استني شوي استني حطي اعمل هيك. ها ايش عم بتصوب بفوني؟ اصورها انا بدي افرجيها. طب في منها كثير فوني انا بدي افرجيها بعدين. طيب فوني اسمع هاي الفاكهة كتير زاكي وبتطلع بفصل الشتاء بتعطينا فيتامينات ومعادن وبتعطينا نكون قوية كتير 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 كتير. تخيل يعني بتتاكل؟ في منها كمان حمضيات كتير أنواع مثل المندلينا هالبرتقال الحامض أو الليمون بومالي وكمان جريب فوت. جريب فوت؟ فروت فروت؟ ها؟ طبعا تيني ياكل. فوني انا بدي اعمل لك اياها. هاي في لها قشره. اول شيء لازم نقيم القشره وناكل اللي بقلبها. طيب هذه فاكهه فاكهه كثير يعني هاي مش فوتبول؟ لا فوني كيف تكون فوتبول لما هي فاكهه عشان تكبر وتصير هالقد. يا ماما اسكاها. انا بفرجيكي انا بفرجيك عشان خبطيني. استنى فون استنى يلا 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 نروح ناكل نمشي. طيب يلا بقشرها. هذا القشر ممنوع نكبه على الارض. فوني وين بتكب القشر؟ على الارض. فوني ممنوع نكب القشر على الارض. وين بنكبه؟ حزيري هي اذا بتعرف دقتك برتقالي. كمان مره الحزيري. القشر بنحطوش على الارض بنحطه بالزباله. وين بنحطه؟ بجيبه. فوني خلص تعال امسك امسك. هذا مش اكل هذا قشر. يا اولاد لازم تعرفوا عن الحمضيات. اذا بتعرفوا شو فوائد الحمضيات اكتبوا لنا بالتعليقات. ومين بشرب زينا عصير برتقال او عصير مندلينا يكتب لنا كمان بالتعليقات تحت. انا ما استنى فون استنى استنى يلا 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 حكيت لك انا بالجيبه حكيت لك بالجيبه. يلا امشي روح نكبن كمان شوي لانه هون فيش صوت الزباله. طب يلا بدنا ناكل. استنى استنى تناكل. استنى فون استنى استنى فون. الله تينا شوف هذه. تينا بس اشوفها عشان اشوفها. عدها فوني بس واحدة بدي عدها. اشوف اذا مين اكبر. اشوف حطي بيدي مين اكبر. ولا واحد الك فوني.